بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الخامس في الوحدة الثالثة مادة الرياضيات للصف الثالث صفحة 96 الترم الأول، الطرح مع وجود أصفار. طرح مع وجود أصفار، إزاي أطرح مع وجود أصفار؟ خلي بالك كده معايا، انا لو جيت اطرح الاربعة دي من الصفر مش هينفع، الصفر ما يكفيش. طب الصفر هيروح للصفر اللي جنبه يقول له اعطيني، يقول له ما فيش عندي، يقوم يروح لمين؟ يروح للتلاتة ياخد منها واحد، اللي التلاتة بقت اتنين، والصفر اللي جنبه بقى 10 لان اخد 10، 1 بـ100 يعني 10 عشرات. وبعدين الصفر اللي في الأحاد يستلف منه يقول له اعطيني واحد، يبقى دي بقت كام؟ بقت 9، ودي بقت كام؟ بقت 10. هتبقى كده، التلتمية دهم هيبقى 2، المئات تقعد ترتيبها 10 عشرات واتنين مئة، بعدين 10 عشرات يسلف الأحاد 10 يبقى 9. خلاص فهمنا دي؟ ونبدأ الطرح. خلاص؟ كمان مرة، أول حاجة، أول خطوة اللي احنا عملناها ايه؟ لا أستطيع أن أطرح 4 من 0. أعيد التجميع، لا يوجد عشرات لكي أعيد تجميع، مفيش في العشرات شيء، الصفر هنا مفيش فيه شيء. أعيد تجميع الـ300 دهم، الـ300 دول هاخد منهم 100 احطها في العشرات، اهي فكيت، اهي صارت في العشرات الوقت، اللي هي العشرة دهم، 10 عشرات اللي هم الـ10 عشرات دهم. طيب واتنين ميات، بقت الميات الحين 2، ادا واحد وادا ايه؟ 2. بعد كده الخطوة اللي بعد كده اعيد تجميع الـ10 عشرات، هاخد منهم 10 في الاحاد اهي، واسيب 9 في العشرة، والاتنين في الميات زي ما هي. يبقى كده دي الخطوة اللي بعد كده. بعد كده نعمل ايه؟ نبدأ الطرح، هنطرح بقى خلاص، ونروح نطبق، اجد ناتج الطرح ثم اتحقق من اجابتي. يلا انا دلوقتي رايح اطرح، ما فيش هنا اصفار، دي ما فيش فيها اصفار لسه ما جت. 8 اخذ منها 8 صفر، عندي هنا صفر محتاج استلف له واحد من الاثنين، يبقى كده بقى 10، والاثنين صارت 1، ده عدد التجميع 10 لما ناخد منهم 6 يبقى 4، والاثنين بقت 1 بس نزلنا. عاوز اتحقق، هاخد 140 واضيفهم على 68، لو طلعوا من الناتج اللي فوق اللي هو 208 يبقى اذا اجابتي صح، لو ما طلعوش يبقى اجابتي خطأ. 0 و8 8، 4 و6 10، والواحد حطيته فوق الواحد بقوا 2 اهو، طلعت صح 208، يبقى الاجابة معقولة. لازم اقول له ايه؟ الجواب معقول، عشان دي هكتبها لكم مره وانتوا كل مره بقى تكتبوها اهو، الجواب معقول اهو، الجواب معقول. يبقى ليه؟ لان اتحققت كده، تحققنا من الاجابه الصحيحه عن طريق الجمع. طيب اروح هنا 2، عاوز انقص منها 7 مش هينفع، خليها 12. الصفر ده اخد من 8 1 وبعدين سلف لي بقى 9، كان الاول 10 صار 9، وال8 بقت كام؟ بقت 7. ال12 لما ناخد منها 7 5، ال9 لما ناخد منها 7 2، وال7 زي ما هي. خدت بالك انت؟ الصفر ما كانش معاه، راح لل8 خد منها 1 ب10 وبعدين سلف الاثنين صار 9، تمام كده؟ يبقى دي نقطة مهمة. أروح بقى أتحقق من الإجابة بتاعتي،
اخد السبعة وسبعين، 725 اهو، واجمعهم على السبعة وسبعين، هشوف هيعطيني الاجابة اللي فوق اللي هي 802 ولا لا. اخد خمسة وسبعة 12، اتنين ومعايا الواحد، واحد واتنين تلاتة وسبعة 10، صفر ومعايا الواحد، حطه على السبعة بقوا 8، يبقى اجابتي معقولة او الجواب معقول. اكتب الجواب معقول، اكتبها باللغة العربية زي اللي كانت قبل كده. طيب هنروح هنا بقى، ده اللي هو الدرس بتاعنا، عند صفر. الصفر ده الاولاني ده اهو، خلي بالك الصفر الاولاني ده هيروح للي جنبه يقول له اعطيني، يقول له ما عنديش، يقول له طب روح لاستلف معلش. يقوم الخمسة دي تسلف ايه؟ الصفر. هتسلف الايه؟ الصفر. تبقى كام هي؟ أربعة. وبعدين ده اهو بقى 10، خدت بالك؟ قام الواحد اللي جنبه استلف منه واحد، فبقى كام؟ بقى 9، والواحد ده بقى كام؟ بقى 10. خلاص فهمنا دي؟ يعني اذا العشرة اللي في النص ده خلاص بقت 9، ها دي بقت 9، بعد ما كانت 10 سلفت للصفر الاولاني خالص 10، فبقت ايه؟ 9. كده انتوا فهمتوا بقى اظن، صح؟ يبقى 10 لما اخد منها 7 يفضل معايا كام؟ 3، وال9 لما ناخد منها 1 يفضل 8، وال4 خدت منها 3 فضل 1. طب عاوز اتحقق، اخد الـ183 واروح اجمعهم على مين؟ على الـ317، واشوف الكلام بتاعنا صحيح ولا لا. 3 و7 10، صفر ومعايا الواحد، الواحد حطه على 8 بقوا 9، وواحد في العشرات بقوا 10، احط صفر ومعايا الواحد، واحد واحد اتنين وتلاتة خمسة بقوا كام؟ 500. دي 500، خلي بالك الصفرين جنب بعض، يبقى الجواب معقول. اكتب الجواب معقول، تمام؟ انا عاوز اسمعكم بقى، انتوا اللي هتقولوا لي المرة دي، ها التلاتة هتصبح كام؟ 2، شطار، 2 شطار. طب التسعة الصفر اللي جنبها هو بقى 10، بس هاخد منه واحدة يبقى كام؟ 9، تمام. طيب والصفر اللي في الأول خالص بقى كام؟ 10، لأنه أخد من التسعة من العشرة واحد فصارت 9، الواحد خدها بـ10، استلفها لأنها من العشرات فهو بقى 10. أروح بقى أقول له 10 لما ناخد منهم 6 يساوي كام؟ 4، والتسعة خدت منها 2 يساوي كام؟ 7، والـ2 خدت منها 2 خلاص خلصت. اروح اتاكد الـ226 هجمعهم مع مين؟ مع الـ74، واشوف كلامنا صحيح ولا لا. 4 و6 10، والواحد احطه على 8، على 7 بقوا 8، 8 و2 برضو 10، واحط الواحد فين؟ فوق الـ2، بقوا كام؟ بقوا 3، طلع الجواب 300 زي ما هي كانت في الأول. إذن أقول له الجواب معقول، الجواب معقول، أقول له الجواب معقول. طيب كان في محفظة علي 200 ريال، أنفق منها 27 ريال، فكم بقي؟ طيب شوف هذا اللي هو أنفقه من الـ200، طبعا الصفر هيروح يستلف من الصفر اللي جنبه يقول له ما عنديش، يقوم يروح ياخد من الـ200 بقت 1 وهو 10، بس هيسلف للي جنبه بقى 9، والصفر الاولاني بقى 10، 10 لما ناخد منها 7 يبقى معايا 3، و9 لما ناخد منها 2 يبقى معايا 7، والـ2 بقت كام؟ بقت 1. اروح اتحقق من الكلام ده علشان اشوف كلامي صح ولا غلط. اجمع 7 و3
10. طيب 2 وحط الواحد هنا عشان بقيت العشر اهو. 2 و1 تلاتة، و7 برضو 10. حط الواحد فين؟ فوق الواحد التاني اللي هنا ده اهو، بقوا 2. طلعت كام؟ 200. يبقى الإجابة صحيحة. ليه؟ لأن كان العدد في الأول عندي 200، خدت منه 27، يبقى هو أنفق كام؟ 173. أكتب له هنا بقى التمييز بتاعي، ها؟ أنفق منها 27، بقي معاه كام؟ 173. أقول له ريالا، خلاص؟ وهنا برضو ريالا للتحقق. إذا أقول له الإجابة صحيحة. هنا بيقول لي اشرح خطوات إيجاد الناتج ده. أول حاجة شوف يا سيدي، 3 هتاخد مش هتنفع. أعمل إيه بقى؟ أول شيء هنا السؤال السادس بيقول اشرح خطوات إيجاد ناتج طرح 503. أول خطوة أهو الخطوة الأولى، الخطوة الأولى أجد أن 3 لا تكفي لطرح 6 منها، تتجه للصفر، لا يكفي لإعادة التجميع، فيتجه ل500، فيأخذ الصفر منها 100 ويتبقى 400. يأخذ منها ايه؟ 100 ويتبقى 400. دي أول خطوة، أول خطوة عاملها لكم أخضر عشان تبقى باينة فوق اللحظة. الخطوة الثانية يعاد تجميع الآحاد، فيأخذ 10 من العشرات فيصبح الآحاد 13 والعشرات 9. للخطوة الثانية الخطوة الثالثة نبدأ الطرح، نبدأ ايه؟ الطرح. نقول 366 نطرحهم من 503. عشان ننفذ اللي احنا قلناه اهو، التلاتة هتروح تستلف، هتبقى غير اللغة ثواني بس معلش. ناخد زي ما قلنا التلاتة هتروح للصفر، ما عندوش صفر، هيروح للخمسة ياخد منها 1، يبقى الأربعة 5 بقت 4 والصفر بقى 10، بس هاخد منه بعد كده
واحد هيصير 9، والتلاتة بقت كام؟ 13. 13 لما ناخد منهم 6 بقى عندي 7، والتسعة أخدت منها 6 بقي معايا 3، والأربعة أخدت منها، الخمسة أخدت منها بقى 4، خد منها 3 يفض معايا 1. طبعا عاوز الخطوة الثالثة أو التحقق. الخطوة الرابعة هي إيه؟ لازم أتأكد. الخطوة الرابعة التحقق من معقولية الإجابة. بعمل إيه بقى؟ بعمل إيه؟ أجمع 137 زائد 366 وأشوف هيعطوني كام؟ هيعطوني كام؟ 366 أو 7 و6 13، 3 ومعايا الواحد هنا، أحط الواحد إيه؟ فوق، واحد فوق هنا، تمام؟ أهو فوق التلاتة. طيب أنا دلوقتي بغير اللغة بس ثواني عشان تبقى باللغة الرياضيات، بقى معايا 3 زائد 1 4، 4 و6 10، 0 ومعايا الواحد، اللغة ما اتغيرتش، غيرت تاني، امسح دي ثواني معلش. يبقى انا عندي هنا 0 ومعايا الواحد، الواحد بضيفه على ايه؟ على التلاتة، بقت 4، وعندي واحد تاني يبقوا 5. يبقى أنا كده الإجابة بتاعتي صحيحة، اتحققت، أقول الجواب صحيح. دول ال4 خطوات. هو اللي طالب الإجابة طويلة جدا مش أنا والله، بيقول لي اشرح خطوات إيجاد نتيجة الطرح زي ما شرح في الأول خالص في الدرس. معلش سامحوني، أنا بكتب لكم اللي هو قاله، ما بألفش من عندي يعني. طبعا هو سؤال رخم فسامحوني، متزعلوش مني، بس انا عاوزكم تجاوبوا الاجابه النموذجيه. بعد كده هنروح ل اجد ناتج الطرح ثم التحقق. سهله بقى دي بسرعه. الواحد ما يكفيش، ياخد 11، والصفر ده بقى 9 لانه استلف من الاربعه، والاربعه بقت 3. 11 لما ناخد منهم 7 يفضل 4، التسعة لما ناخد منها 3 يفضل 6، والتلاتة هتفضل زي ما هي. بس بيقول لي اتحقق، بيقول لي ايه؟ تحقق. يبقى انا لازم اتحقق، اجمع 364 مع مين؟ مع 37، عشان اشوف الكلام بتاعنا صحيح ولا لا، واتحقق. 4 و7 11، واحد هنا والواحد فوق الست، فوق 7 و3 10، صفر ومعايا الواحد فوق التلاتة، بقوم 4. إذا طلعت 401 زي ما كانت موجودة فوق، يبقى أقول له الجواب صحيح أو الجواب معقول. اكتب له كده هنا الإجابة معقولة. يعني ايه معقولة؟ يعني صحيحة يعني. خلاص كده ده اسمه التأكد من صحة الايه؟ الإجابة. طيب 2 طبعا مش هتكفي، هتروح تاخد من الصفر، يقول لها ما عنديش الصفر، هياخد من التسعة واحد تبقى 10، وبعدين العشرة دي هتسلف الاتنين واحد، هتبقى ايه؟ 9. دايما الصفر ده هو يبقى 9، ليه؟ لانه بيسلف للاتنين واحد منه، يبقى ال 12 بقت هنا ايه؟ 8، وال9 خدت منها 8 1، وال8 التانية زي ما هي، وبعدين اروح اجمع ال 818 اجمعهم مع ال 84 واشوف كده الكلام بتاعنا ده صحيح ولا في خطأ.
اذا طلع زي العدد اللي فوق اللي هو 902 يبقى صح. 4 و 8 12، 2 ومعايا الواحد حطيته فوق، بقى 1 و1 2 و8 10، 0 ومعايا الواحد حطيته على الثمانية بقوا كام؟ بقوا 9. يبقى 902 طلعت صح، يبقى اقول له الاجابة معقولة، اكتب له الاجابة معقولة. طيب طبعا احنا عرفنا ان الثلاثة دي هتبقى 2 واللي جنبها هتبقى 9، لان هي بقت 10 بس سلفت للصفر اللي في الاول بقت 10. 10 لما ناخد منهم 7 يفضل 3، و9 بقت 8، وال2 خدت منها 2 خلص خلصت. اخد بقى هنا ال200 و17 نحط عليهم ال83 ونجمعهم، نحط الاحد تحت الاحد والعشرات تحت العشرات. 7 و3 10، صفر معايا الواحد، 1 و1 2 و8 برضو 10، واحط الواحد فوق الاتنين بقوا كام؟ بقوا 3. يعني طلع الناتج 300. اقول له الاجابة معقولة، الاجابة معقولة، اكتب له الاجابة معقولة عشان انا مش عاوز اغير لغة الرياضيات. برضو الاربعة هتبقى 3، واللي جنبها 9 واللي جنبها 10. 10 خدت منها 6 فضل 4، والتسعة خدت منهم 5 فضل 4، والتلاتة أخدت منهم 2 فضل 1. يلا نتحقق، 256 و144 نجمعهم علشان نشوف ايه الناتج، صح ولا لا. 4 و6 10، صفر معايا الواحد، 1 و5 6، و4 برضو 10. طيب احط الواحد فوق الاتنين، و3 زائد 1 4، طلع الناتج 400. اكتب له الاجابة معقولة في كله هنكتب الاجابة معقولة عشان محدش ينسى. ها الاجابة معقولة، إجابة معقولة في كل المسائل بعد ما اتحققنا بكتب له كده الإجابة معقولة. ليه؟ لأن احنا شفنا إن الإجابة معقولة صح، طلعت إجابة صحيحة يبقى إجابتي معقولة، لو طلعت الناتج مش هو يبقى مش معقول. خلاص نمسح دول، نسيب بس الإجابة معقولة دي عشان هنحتاجها بعد كده، ولا نمسحها خلاص انتم كاتبينها عندكم تبقوا تبصوا من عليه عشان لما نيجي نجاوب نعرف يبقى عندنا مساحة مظبوطة. نمسح كده ده ونروح بسرعة للحل. عندي هنا 500، احنا خلاص عرفنا الخمسة دي هتبقى 4 واللي جنبها 9 واللي في الصفر هيبقى 10. بعدين ال10 ناخد منها 8 يفضل 2، وال9 ناخد منها 8 يفضل 1، وال4 خدت منها 3 برضو فضل 1. اتحقق بقى، 388 زائد 112 دي اخليها ايه؟ زائد، نعملهم كده خليها تاني زائد 112 زائد 112، معلش نروح بقى نجمع 2 و8 10 وواحد، حط الواحد فوق الواحد هنا، 1 و1 2 و8 برضو 10، حط الواحد فوق الواحد بقوا كام؟ بقوا 2 و3 5، ما الإجابة معقولة؟ أكتب له الإجابة معقولة بالعربي، أكتب له الإجابة معقولة. طبعا إحنا عرفنا التمانية دي هتبقى 7 واللي جنبها 9 واللي في الأول 10، خلاص دي بقت مفهومة. 10 لما ناخد منها 5 يفضل معانا 5،
والتسعة خدت منها 8 يفضل 1، والسبعة خدت منها 6 1. أروح أجمع 685 زائد 115، 5 و5 10. طيب حط الواحد فوق الواحد، بقوا 2، 2 و8 برضو 10، وحط الواحد فوق الواحد، بقوا 2، 2 و6 8، طلعت 800. إذن الإجابة صحيحة، اكتب له الجواب معقول، الجواب معقول، ما تنساش تكتب بالعربي تحت التمنمية كده، اكتب الجواب معقول. طيب هنا بقى مش هعمل زي كل مرة، ليه؟ لأن الصفر هياخد من الأربعة تبقى تلات، بس مش هروح بقى نخلي تسعة ولا، بس دي بقت 10، بس كده 10 خدت منها 1 باقي 9، والتلاتة خدت منهم 1 باقي 2، والسبعة خدت منها 2 باقي 5. طب ما تيجي كده نتأكد، يلا 529 زائد 211، ونجمع 1 و9 10، حط الواحد فوق الواحد، بقوا 2، 2 و2 4، و2 و5 7، طلعت 740 زي اللي فوق. اكتب له الجواب معقول. تريد معلمة أن تودي طلبتها 200 كتاب، فكم كتابا تحتاج إذا كان لديها 137؟ أجيب ال 200 أنقص منهم ال 137، ال 200 أنقص منهم كام؟ 137، عشان أشوف. طبعا إحنا عرفنا الاتنين ده هتبقى 1 9، واللي قدامها 10، 10 خدت منهم 7 فضل 3، والتسعة خدت منها 3 فضلت 6، والواحد خدت منه 1 خلاص. يبقى هي هتحتاج قد ايه؟ كم كتاب ناقصين؟ اقول له 63 كتابا. لازم تكتب له كده باللغة العربية عشان تميزها، التمييز، تمييز العدد مهم جدا. طيب قطف مزارع 208 ثمرات بطيخ، وزرع، وزع على جيرانه 32، وباع دول، كم ثمرة بقيت لدي؟ أول حاجة لازم أجمع اللي هو باعه، هذا 32 زائد اللي هو باعه كمان، اللي وزعه 169، اللي وزعه واللي باعه. طيب دول كام؟ 6، 2 و9 11، حط واحد فوق السبعة، 6 يبقوا 7، 7 و3 10، 10 0، هنحط هنا 0، والواحد فوق الواحد يبقوا كام؟ يبقوا 2، يبقى كل اللي راح منه كام؟ 201. اخد بقى ال 208 انقص منها 201 يفضل 8، خدت منها 1 باقي معايا 7، والصفر خدت منه 0 هو الصفر، والاتنين خدت منها الاتنين، يبقى كام بطيخة فاضلين معاه؟ 7، اقول له 7 بطيخات، بطيخات. طب واحد يقول لي الكلام ده مش مظبوط، اقول له تعالى كده نجرب، تعالى كده نجمع، تعالى نجمع. نجمع ايه بقى؟ نجمع ال 201 على 7 هيعطوني 208، ولو جمعنا ال 2 و 30 على 169، 2 و9 11، ده واحد ومعايا الواحد،
واحد وتلاتة أربعة وستة عشر، حطيت واحد وضفته على الواحد بقوا اتنين، يعني إذا الإجابة بتاعتي إيه؟ معقول صحيح. خلاص كده عشان ما نطولش، أحدد جملة الطرح غير الصحيحة وأوضح إجابتي. شوف هنا كده، أول أنا لازم أشوف 7 خدت منهم 3، فضل 4 مظبوط. طيب 0 خدت منه 1 مش هينفع، يبقى دي المفروض تبقى 10 ودي 1. 10 خدت منها 1 9، والواحد راح خلاص، يبقى دي مفيش فيها مشكلة، الأولى دي خلاص سليمة. نروح للي بعده، نشوف اللي بعده. 5 دي هتبقى كام؟ 4، ودي 9، ودي 10، ما ينفعش أخمن، لا كده 10 خدت منهم 4 6، 9 خدت منها 7 2، 4 خدت منهم 3، يبقى برضو دي سليمة مفيش عندها مشكلة. نشوف اللي بعده، 9 خدت منها 8 فضل 1، العشرة خدت منهم 6 فضل 4 سليم، يبقى هي الجملة الأخيرة. بس احنا لازم نعرف ليه، لازم نعرف ليه الخطأ، ليه الخطأ. يلا كده نشوف ايه الخطأ اللي فيها، اللي هي ده نعملها له، هي الجملة دي خلاص. ليه بقى؟ 0 خدت منه 4 فضل 6 ينفع؟ لازم اول اعمل له كده 10، واللي جنبها دي بقت 4، واللي جنبها زي ما هي 8. 10 خدت منهم 4 6، 4 ينفع تبقى 8؟ لا، الإجابة 4. أخدت منهم 16، دي بقت 14، ودي بقت 7. 14 لما أخد منهم 6 يفضل 8، و7 لما أخد منها 4 المفروض يبقى 3. يبقى إذن المفروض كده 386، ده الخطأ خلاص. هذا هو الخطأ، عرفت ليه هي خطأ؟ لأن الناتج المفروض يطلع كام؟ 386. 14 خدت منها 6 فضل 8، وبعدين 7 خدت منها 4 فضل 3 مش 4، ده الخطأ. فهمنا؟ يلا نشوف اللي بعده، أجد ناتج طرح ثم أوضح الخطوات التي اتبعتها. أول حاجة نعمل له ناتج الطرح، 4 خدت منهم 8 مش هينفع، دي هتبقى 14، ودي 9، ودي 2. 14 لما ناخد منهم 8 يفضل 6، والتسعة خدت منهم 2 فضل 7، والاتنين خدت منها 1 فضل ايه؟ 1. ايه الخطوات اللي انا اتبعتها؟ اول حاجة الخطوة الأولى ذهبت للمئات لأن الآحاد والعشرات لا يكفي الطرح، فأخذت 100 للعشرات، فأصبح الصفر 10، أو صفر إيه؟ 10 عشرات. حلو، و تم إعادة تجميع المئات فأصبحت
200 أصبحت كام؟ 200 بعد ما كانت 300. دي الخطوة الايه؟ الأولى. طيب الخطوة الثانية نفس اللي كنا لسه قايلين الوقت. الخطوة الثانية تم إعادة تجميع الآحاد فأصبح 14 وأصبح العشرات 9. قولوا وأصبحت العشرات 9. الخطوة إيه؟ الثانية. الخطوة الثالثة هي الحل. خلاص نبدأ نحل بقى زي ما حلينا. كما تم اللي احنا حلينا فوق. ما تبخلوش عليا بدعائكم واللايك والاشتراك في القناة. والله في ناس بتسمع مهان عليها تحط لايك وانا بتعب، يعني اعطونا لايك، شجعوا القناة وانشروها وابعتوها لأصدقائكم وأقاربكم. ما تنسونيش من الدعاء الجميل اللي بكون سعيد به. وفي قائمة الإسلامية، قائمة للغتي، قائمة للعلوم من الصف الأول لغاية الأول متوسط. اللي عاوز أي حاجة يتلاها، بس الأول متوسط إسلامية بس، لكن الباقي كل اكتب قوائم التشغيل هتلاقي فيها اللي أنت محتاجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.